بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسم الهندسي يا باشمهندسين يا محترمين يا بتوع المدارس، عايزين نبدأ نرسم الرسمة دي كده ونتخيلها. رسمة من الرسومات البسيطة يعني، ناخدها كده كوبي ونعمل لها 3D بتاعها نتخيلها. طبعا حضراتكم شايفين ان الخط المائل ده اللي هنا هو المستوى ده، المستوى ده هو نفس المستوى ده، المستوى اللي فوق ده هو نفس المستوى ده، بس الخط ده هو الداش ده. يبقى الداش ده معناه الفراغ، وقلنا اما الداش ده يبقى فراغ يمين يا فراغ شمال، كده ناقصناه السايد فيو. هنجيب السايد فيو ونجيب كل المساقط ونستنتج كل حاجة ونبدأ نشتغل بإذن الله. يلا بينا يلا بينا. ثري دي روتيت، اختار الشكل ده كده، بقف هنا بعمل موف، بعد كده بعمل اكسترود اي اكس تي، ضغط هنا الجزء الخلفي اللي ورا دوت. من تحت كده ممكن اعمل له امر اسمه بريس بول، ايوه هو المربع ده كده فوق كده فرغ لي الكتلة زي ما حضراتكم شايفين كده. عشان نشوفها بقى كده مع بعض، هقسم الشاشة اتنين. ده كل حاجة بعملها قدامكم علشان يعني تتعلموا معايا كاد الثري دي يعني. هظبط اليو سي اس هنا كده اتظبط. نكمل بعد الأذان يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب دي كده الكتلة، عشان نقدر نتخيلها بعملها فيجوال ستايل رياليستيك، اقدر اشوفها كده. بنغير القوائم من هنا، نجيب ال 3D موديلنج، بروح اجيب من هنا الكلر فيس عشان اغير الالوان بتاعت المستويات. ده كده بقى لونه احمر، المستوى اللي فوق دوت والمستوى دوت الاتنين بقى لونهم اخضر عشان ده البلان. المستوى المايل دوت بديله لون ازرق عشان بيبان معايا في البلان وهيبان معايا في سايد فيو. والمستوى ده والمستوى ده بديهم لون اصفر لانه هيبان معايا في السايد فيو. هو السايد فيو عبارة عن المستوى الاصفر والازرق والاصفر دوت بس. دول المسقطين اللي كانوا موجودين. احنا دلوقتي هنروح نخفي المساقط ويبقى قدامنا الايزومتريك ونجيب منه المساقط، بعد كده نخفي الايزومتريك ونرسم الايزومتريك من المساقط وهكذا يعني. طبعا انتوا خلاص اتعلمتوا معنى الفكره ديت. بشكركم جدا، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.